انا الام ديال شيماء منصري اللي انتحرت يوم 10/3 اللي كان عندها شجار ما بين التلميذة والاستاذ في مدرسة ابن رشد، استاذ كيقري مادة الاجتماعيات. قالك شافها تنقل حسب ما قالوا، قالك شافها تنقل في كان عندها اختبار. المهم البنت ناضت، التلميذة الاخرى ناضت، جارتي ناضت مشات خبرت بها الاستاذ. الاستاذ عنف بنتي بالالفاظ، عنفها تعنيف في القسم. جات بنتي تبكي وداكشي، جيت انا اش قالتها لي، مشيت عند الجاره طلبتها قلت لها ودي الله يخليك ها كيفاش بنتك وشنو راه دير وشنو دير بنتي بالضحكه وهذه. جينا خارجين، المهم ما كانت حتى شي حاجه. قالت لك الام ديالها انا نغل دابا الاستاذ راه عندي النمره ديالته نعيط عليه. قلت لها انايا جايه عندي مشكل بنتي وبنتك، فكوا حنا نسى بيناتنا. صدقت هي لغات الاستاذ الصباح مع 10:30 جات دقت عليا هنا الباب، قالت لك يلاه تمشي عند الاستاذ راني لغيت له راني ها وشنو راه قال لك اجي. مشيت معها، فين مشيت معها دخلنا سميتو للساحه، لقيتو قابض البنت ديالي كيعاود لها التعنيف حدايا، وانا ما بغيتش بالالفاظ ديالو داكشي، ما بغيتش نهضر نهائيا. خليته هكا كيعنف فيها، ولكن قلت زعما معليش، قلت له انت راك الاب ديالها وانا الام ديالها، انت اب في المدرسه وانا الام ديالها في الدار. فين جات البنت ديالي ما بغيتش نولي نسولها نقولها واش قال لك ولا واش سول، ما بغيتش نسولها نهائيا. حتى جات غير جات دخلت للدار نعست، جات جوج قل 10 نوضتها قلت لها بنتي نوضي يلاه نمشي نقراو تقراي اليوتيوب ديالك. انا كنت هابطه غادي للسوق، فاش نوضتها طلعت الفوق هذيك هي طلع تبدل الكسوت هذيك هي طلع، تلقيت بنتي ميم با دي مينيت لقيت بنتي في السطح معلقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، فيه وفيها كاع بجوج. قال لي كان حيله وسبب بنتي، الله ياخذ حقي عند بنتي. زايد مشيت انا للمدرسه، المهم داكشي فات تاع بنتي، دفنت بنتي الحمد لله وكل شيء. نهار الاثنين مشيت ل 12 في الشهر 22 في الشهر مشيت للمدرسه بنو رشد اعداديه بنو رشد، مشيت باش نجيب الاسم ديال الاستاذ كامل. ما بغاوش يعطوهني في الاداره، ما بغاوش يحلوا عليا الباب نهائيا، ما استقبلوناش نهائيا، ما جاوش للعزو نهائيا. جاوا الاساتذه ديالها تاع السنه السابعه هما اللي جاوا، الله يخلف عليهم كثر خيرهم، جاوا عزاوني. الاداره ولا المديره ولا حتى شي واحد ما جا عندنا، بحال انها كانوا دي نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. المهم ما بغاوش يخرجوا لنا من 10:40 وانا واقفه في الباب حتى 12 قل 20 11:30 12 قل 20 عاد لغاو لي القوه، لغاو لي المقاطعه ولغاو لي الكاتريام، بحال انني شي حاجه دخل عليهم. انا ما دخلت ما والو، انا كنت برا كنتسنى الاستاذ كان داخل ما بغاش يخرجوه. انا مشيت نقول لهم عطوني غير السميه ما بغاش يعطوهاني، جابوا لي عاد دخلوني عاد قالت لك المديره كيفاش. قلت لها انا ما جايه حتى على شي حاجه، انا جايه باغيه ندي الوراق ديال بنتي وباغيه نعرف واشنو قال لبنتي من 11:30 ل 12:30 تعني في اللي عنف بنتي، واش زاد لها مور 11:30 12:30 كانت عندها الدرس عنده. هذيك اخر ساعه قراتها تما في ديك المدرسه، الساعه هي 11:30 12:30 كانت عنده في الدرس، واشنو دار لها ما عرفتش، علمي ربي اللي عالم واشنو دار لها، وربي يخلص الى ضميره راه ينعس ويحط راسو على الوساده كيشوف بنتي ويشوف المقعد ديالها دي تفكرها. انا غصب بنتي في حياتها يغصب ربي نهار كي قال واحد الاخره ديالو هذه الكلمه اللي نقولها لا هو ولا البنت، كيغصبوها يغصبهم ربي. انا بغيت يتاخذ حق بنتي اللي تغصبت في شبابها، وبغيت وزاره التربيه تكون قدوه وتبين حق بنتي. هذا الشيء اللي كاين، بغيت حق بنتي يبان. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.